مهدي طارمي مهاجم ايراني في صفوف فريق بورتو. ضربه الراس عملها النجم الكبير رونالدو، ضربه الراس وبالتخصص، والهدف ال21 لملك مملكه الهدافين، يعتلي صداره هداف الدوري الايطالي، ومن ضربه ركنيه يقابلها حسب الميعاد ويوجه كما لو كان ناشنكاه في راس هذا المهاجم البرتغالي الكبير. 10 دقائق احتاجها اليوفي ليبرهن على جديه وصوله الى شباك فريق كالياري. رونالدو بعد ما سجل في الدور الاول هدفين الان يسجل هدفه الاول.